السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم راح تكون حلقه اكيد مميزه بخصوص موضوع يخص الانسان بشكل مباشر. نحن دائما نركز على قضيه الصحه. بعض المشاهدين يقول لك ليش يركزون على الصحه؟ الصحه عانت ما عانت ان كان قبل 2003 أو بعد 2003. أكو مطبات كبيرة، أكو إشكاليات كثيرة في هذا القطاع المهم اللي تماس مباشر مع المواطن، اللي ممكن في لحظة من اللحظات الطبيب يتخذ قرار ولا سامح الله تؤدي بحياة هذا الإنسان هذا المريض. وبعض الأحيان أطباء أكفاء في لحظة يعجز الكثيرون عن معالجة هذا المريض، يعني يأتي طبيب ذو خبرة محنك ويعيد الحياة بفضل الله إلى هذا المريض. عملية معقدة، بعض المستشفيات وجدت إشكاليات، بعض المستشفيات وجدت أطباء أكفاء. هذا الموضوع هو ليس مختصا لوزارة الصحة، بل مواضيع كثيرة، أكيد مادية، شراء الأدوية، صناعة الأدوية، البرنامج الطموح اللي قدم من ضمن المنهاج الحكومي والمنهاج الوزاري اللي يخص وزارة الصحة، عملية فتح المستشفيات المتلكئة في البناء والإنشاء، مستشفيات هيكل بنية قبل 2015 وإلى الآن بقى هيكل، لكن بدأت عجلة العمل لإعادة الحياة لهكذا مستشفيات، وكثير من الملفات. هذه الملفات راح تطرح على رجل مختص في مجال الطب، وهو مدير عام دائرة صحة الكرخ، الدكتور وائل كامل الكبيسي. اهلا بك، نرحب بك اجمل تحيه دكتور، شرفنا بك وبقناتك. الله يحفظك، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. الله يسلمك، ان شاء الله نحاول اليوم يعني وياك مثل ما نقول نفتح ضوء في غرفة مظلمة حتى نحاول نوصل صورة يعني دقيقة للناس اللي تشوفنا اليوم إن شاء الله. إن شاء الله، وأنتم من توقدون هذه إن شاء الله، إن شاء الله هذا الضوء إن شاء الله، وإن شاء الله نتأمل أن يكون هذا الضوء في نهاية النفق مفتوح لكل الوزارات، أكيد كل الدوائر. أكيد 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 إن شاء الله. دكتورنا، يعني خلنا نعرف المواطن، اريد يعرف شنو صلاحياتكم، دائرتكم شنو، نعم، عدد المستشفيات، القطاعات الصحية الأخرى. نعم، بالبداية هي هيكلية الوزارة. الوزارة تتكون من دوائر صحة موزعة على المحافظات، في كل محافظة دائرة، ما عدا في بغداد دائرتين، دائرة ثلاث دوائر، دائرة صحة الكرخ والرصافة ودائرة مدينة الطب. الدائرة تتكون من مركز الدائرة اللي هو يقوم بالأمور الإدارية للموظفين، موظفي الدائرة، ويتابع عمل المستشفيات كل من ضمن اختصاصه والقطاعات. والجزء الثاني هو القطاعات الصحية اللي هي 12 قطاع دائرة صحة الكرخ. القطاعات هي المراكز اللي مسؤولة عن المراكز الصحية، المراكز الصحية اللي توفر الرعاية الصحية الأولية للناس، زائدا المستشفيات. المستشفيات عندنا بدائرة صحة الكرخ 8 مستشفيات تقدم خدمة المواطن بطريقة مباشرة، هي والمراكز الصحية اللي تعود لها القطاعات. الفرق بين القطاعات والمستشفيات، القطاعات اللي هي المراكز الصحية اللي يسموها احنا عادة بالطب، اكو عندنا رعاية صحية أولية وثانوية، وبالعربي تكون يعني الأخيرة الثالثة. الأولية اللي هي يعني يراجعوها الناس اللي حالاتهم بسيطة، قحة، منشول، راس يوجعني، ضغط، سكر، هاي راجع مراكز صحية. زائدا هذا المريض يجي للمركز الجغرافي. نعم، نعم، المريض يجي للمركز الصحي، والمركز الصحي ينتقل للمريض. شلون ينتقل للمريض؟ ينفذ البرامج الصحية اللي مطلعة بها وزارة الصحة، يعني برنامج التلقيحات، برنامج الكشف المبكر عن الأمراض، برنامج التوعية الصحية، برنامج رقابة صحية على المطاعم، على المحلات، اللجان،
كذلك جزء هي من 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 جزء الجزء من لجان التفتيش من لا لجان الطبية تقدر العجز والعواق والإجايز وكذا. المستشفيات لا دورها شوية أكبر. يعني شلون؟ يعني أنا تشخصت بأنه عندي مثلا خلينا نقول الدارج هو ضغط، راح أني أنتقل إلى مرحلة أعلى، يحاولني المركز الصحي ينصحني أنه أنتقل لطبيب أخصائي. طيب الأخصائي يكون مثلا باطنية أو جراحة أو نسائية، يكون موجود بالمستشفى هذا يعالجك، وبنفس الوقت المستشفى بيها ردهات طوارئ تستقبل الحالات الطارئة. الحالات الطارئة واضح، يعني مو الحالات الباردة، الحالات إما طارئة إما باردة. طارئة اللي تحتاج تداخل مباشر جراحي أو باطني. مثلا بالجراحة تكون الحوادث، السير، الدهس، الإطلاقات النارية. الباطنية مثلا جلطة دماغية، جلطة قلبية وهكذا. هذه الدوائر كلها بالإضافة للرقود يعني. طبعا طبعا هذه الدوائر كلها تعمل بطريقة ديناميكية، يعني ما واحد معزول عن الآخر، كلها تعمل واحد مكمل للآخر. اللي ضابط هذا العمل كله هي الدائرة من خلال أقسامها المتنوعة، قسم التخطيط، قسم الإدارة، قسم الفني، كذا أقسام. على رأس الدائرة يكون مدير عام الدائرة اللي هو يكون بتواصل مباشر مع السيد الوزير وزير الصحة لتنظيم هذا العمل. أحسنتم، يعني هذا عمل ليس بالسهل يعني. طبعا عمل يعني أكيد اليوم هو أسهل من قبل، لأنه هذا عمل تراكمي. إحنا النظام الصحي بالعراق نظام قديم جدا، صح، مو اليوم البارحة متأسس عندنا. وزارة الصحة متأسسة بال 1920 أعتقد، عمل من قبل أكثر من 100 سنة، تراكمت به خبرات، تراكمت به طريقة عمل. طريقة عمل كل فترة تتغير بما يلائم الوضع، الوضع الطب، الوضع العراقي والواقع الطبي بالعراق وإمكانيات الدولة. فاليوم الوضع الزين بالدائرة هو مو بسبب المدير العام، بسبب يعني بسبب تراكم خبرات طويلة. احنا مجرد احنا كل فترة نضبط العمل ونضيف عليه. فهذا ما يعني هذه حتى نكون واضحين، مو مجهود مدير عام اجى اليوم او راح يجي باكر. يعني اكيد هذا الجهد هو مقيم بالنسبة لنا كوسائل الاعلام، كحكومة عراقية تقيم عمل وزارة الصحة اكيد، والكوادر أصحاب البدلة البيضاء سموهم في زمن كورونا، موقف رجولي فعلا، الكل وقفت، وفي فترة الكثير ناس تبرأت من بعض عوائلها، لكن وزارة الصحة، قصد الكوادر الصحية وأيضا وزارة الصحة، وقفت موقف بطولي. بالتالي هذا الجهد كله وجدته المواطن أكو تعاون؟ إيه طبعا، يعني خلينا نقيس تعاون المواطن من خلال ما تقدمه الوزارة. احنا بنحسب بعدين خلال سنة واحدة مراجعين المؤسسات الصحية في العراق 65 مليون مراجع. 65 مليون خلال سنة. العراق مشتغل 1.5 مليون عملية خلال سنة. هذا جهد، يعني اكيد اكو ناس بالمقابل تقدره، زين، اكو ناس متعاونة، اكو ناس يعني دائما ممنونة من هالجزء. وبنفس يعني الوقت هذا بكل مكان، مو بالصحة، أكو ناس لا دائما تعترض، دائما ما يعجبها الوضع. وللأمانة يعني طبعا احنا ما نقدر نقول انه أكو احنا العمل مالنا 100% مضبوط ولا احنا بالقمة بالقمة، أكيد طبعا. ولا لو احنا بالقمة ليش دا نشتغل ونطلع من الصبح؟ احنا نريد نوصل للقمة. اليوم احنا مو بيها، ان شاء الله بعد فترة شوية نتقدم حالنا حال الدولة. يعني هذا لا يعني نقطة كلش مهمة، وزارة الصحة مو معزل عن الدولة، تمام. تطور اي وزارة او اي دائرة في العراق مربوط ومرهون بتطور الدوائر الاخرى. تطورنا مربوط بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع طبعا، هي الدولة كلها والمؤسسات الحكومية تصعد سوية او تخفق سوية، صح. اكو تفاوت، صح، سباق نسبة الخدمة، اي تفاوت، صح، بين دائرة ودائرة. بس الفرق بوزارة الصحة انه وزارة الصحة ودوائرها هي مؤسسات خدمية بالكامل، ما بيها اي نفع
ما بها اي مصدر اموال، ما بها غير انه خدمه انسانيه وتمس حياه المواطن بشكل مباشر فقط. يعني هو احنا ليش بدنا نركز على وزاره الصحه بصراحه دكتور؟ لان كونها اتصال مباشر طبعا، لان بعض الدوائر ممكن معامله ممكن تاخر معامله ماكو مشكله، أي ممكن اذا تغلط وياه تغلط تاخر يوم يومين بس ممكن بس صحه الانسان بالثانيه طبعا، لا يعني تخسر حياته احتمال ما تخسر. هذا راح يحيني على سؤال يعني التعاطي مختلف احسن. هذا راح يحيني على سؤال. نعم، اكو هناك بعض الاخطاء التشخيصيه يعني بالطب تصير لكن بنسبه معينه. نعم، نشوف دائما بعض المستشفيات تصير مشاكل، هذا الاعتداء عشرة الفلانية جت دقت الطبيب، هذا نعم. الطبيب كذا، بعض الأخوة يوعز بأنه يقول لك هذولي سبب عدم خبرة الطلاب نعم. خاصة اللي يتخرجون ويتعينون بشكل مباشر ويدخلون بالإمرجنسي بعد مباشرة ويشتغل مباشرة، احتمال يدخل عمليات نعم. فممكن يفقد الإنسان حياته بخلل يعني أيه. هو القصور هنا عد مثلا بعد ما عنده خبرة هذا الطبيب. نعم نعم، لا يعني شوف، خلي اول شيء نوضح الامور باسمائها. اكبر مشكله تواجهنا الان انه الناس ما تفرق بين الخطا الطبي والعقابيل. الخطا الطبي شكل والعقابيل شكل. اكثر من 95% من ما يتداول على لسان الناس هو مو اخطاء طبيه، هي عقابيل موجوده. يعني شنو عقابيل؟ يعني انا بالنسبه لي من اشتغل عمليه معينه بأمهات الكتب وبالعالم كله مضاعفات العملية وعقابلها ممكن يصير كذا وكذا 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 في نسب محددة، ممكن تصير عندي وممكن تصير الطبيب الأمريكي ويمكن تصير عند الهندي ويمكن ما تصير عندي تصير عنده. هذه عقابيل. يعني شلون؟ يعني مثلا أنا عندي ورم على عصب معين، واضح هذا الورم بالضبط، خلينا نقول من أشيله العصب لازم يروح وياه، تمام، هذا انتهى الموضوع. هذا بس الخطأ الطبي. وين الخطأ الطبي؟ أنا اليوم لا سامح الله واحد إيده اليمنى مكسورة، أجي أجبر له اليسرى، هذا خطأ بالتأكيد. يعني هذا خطأ. فهواية أشياء يحكون عليها الناس يتداولوها في أحاديثهم، تعرف شوية العقل العراقي شوية عقل قياسي، العربي كله عقل قياسي، يقيس وياخذ معلوماته من النقاشات ما بينه وبين الناس، هذا غلط وياي هذا غلط. لا دكتور، مثلا يقول لي هذا انت هو جاي عنده زائد دودي مثلا، نعم، يقول لي هذا كل شيء ما بك، يوقع له ويطلع. نعم، هناك يراجع طبيب اخر خاص مثلا، نعم، ويوجد فعلا يصير عنده انفجار بداخل زاد بداخل البطن وسبب 3 تصمم. نعم، اكو حاله يعني طبعا هي نسبيه. نعم، انا امانه نقلوا لي اياها. في حاله نسبيه هذا يعتبر خطا ولا ما يعتبر خطا؟ يعني 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 هنا من اللي يقرر انه الاول صحيح لو الثاني صحيح؟ الطبيب الثاني بعد ما انفجار من يقول كلامه صحيح؟ التسمم اللي من يقول واحد تسمم صار، تعرف التسمم يعني فشي كلش صعب، صح، يعني في الموضوع كلش كبير، بس من يقرر هذا صح وهذا صح؟ هذا يجينا للموضوع الابعد اللي لازم نمشي به. انا احس نفسي متضرر من الخدمه الطبيه. يعني هذا وارد، اتوجه للقنوات القانونيه، صح، اكو نقابه واكو محاكم واكو وزاره، ومتى تروح تشتكي؟ طبعا الشكوى يعني اليوم احنا ببلد مثل العراق، المفروض بلد بدا يتطور، بدا يتغير افكار الناس، مفهوم الشكوى يعني مو مفهوم هو انه انا اريد اذيك او انا اريد اوصل للحقيقه، تمام، زين، واخذ حقي واعطيك حقك. فتقدر تشتكي بالقنوات الرسميه، القنوات الرسميه راح عدا طرقها اللي توصل به الحقيقه، اذا لك حق راح تاخذه، واذا انت غلطان راح تقول لك القنوات الرسميه. اذا انت جاي من البدايه ومشخص ومقرر، وبعدين حتى من تروح للقنوات القانونيه تطعم بالقنوات القانونيه وتقول ذولا متفقين وياهم، يعني مشكله اكبر. زين الطبيب ده يوقع صاحب الشيء يعني، نعم، ان كان هو المريض قبل لا يدخل اجراء عمليه او من ينوب عنه، نعم، بانه هذا ممكن ان تعرض يعني تعرض الى مثلا عندك سايد افكت مثلا بعد العمليه، يصير عندك اشكاليات، نعم،
هذا موجود عند الدولة؟ طبعا كل ما قبل العملية لازم يوقع، هذا بالعالم كله مو بالعراق بس. يوقع، بس للأسف التوقيع هنا أنا بال ما ياكل بال بالعشائر و قبل دقة ايه مع الأسف يعني. يعني خل احكي لك، يعني خل احكي لك فد حادثة؟ لا مو فد حادثة، فد نقطة خلينا يعني نتخيلها كلها. اليوم احنا مرينا بظروف كلش هواية، من الحروب، من جماعات إرهابية إلى داعش إلى كذا، ومرينا بكورونا. أعتقد المشاكل الطبية والأوبئة أخذت من عندنا أكثر. صح. زين. الطبيب بوجوده هو صمام أمان. يعني يقال في الحفريات سابقا أنه قرى مزدهرة. مزدهرة جدا. عافت ناس، عافوا قراهم المزدهرة وراحوا في قرى قثرة. زين. لأنه أكو وحدة تعرف بالطب. راحوا قعدوا يمها. لأن هاي صمام الأمان. فالطبيب هو ثروة. ثروة. لازم نحافظ عليها. يبقى أنه ما عنده إنسانية، ما عنده كذا. يا أخي أطباء هسه خير من الله. آلاف بالفروع، بالفروع آلاف، بكل فرع آلاف. اختر طبيبك بعناية وأعرف قدره وقيمته وشهادته وتوجه إليه. الطبيب اللي ما مرتاح له يعني ما له داعي انه انت تروح له. يعني هذا مو مبرر انه الا فلان اروح. اطباء كلش هواي واختصاصات ومتميزين هواي. اي فعلا، وهسه حنتحدث عن المتميزين ان شاء الله اثناء الحلقه. وفعلا هو الجيش الابيض كان له موقف كبير، وارجع واكرر بعرف يعني هذا اثر علينا احنا كاعلام كمواطنين عراقيين بالتالي بالدرجه الاولى، بانه في يوم في وباء كورونا لا كان موقفه كبيره وجباره بصراحه. وكثير من راحوا استشهدوا يعني في أثناء الواجب يعني رحمة الله. هي هذه، شوف هذه يعني أكو مفاهيم بسيطة تبين لك حجم المشكلة اللي إحنا بيها. دائما تسمع إنه الجيش الأبيض خط الدفاع، خط الصد يسمى الأول. خطأ. إحنا المفروض نكون خط الصد الأخير. ليش؟ لأنه أنت قلب يعني آخر خطوة في علاجك إنه تروح للطب. تمام. شون يعني؟ يعني أنت قبل لا تتمرض. أكو وقاية. أكو وقاية. صح. قبل لا تتمرض اكو رقابه، اكو متابعه للمطاعم، متابعه للتصدير، متابعه اللي يدخل البلد، متابعه على عاداتك حتى انت، عاداتك السيئه، تدخين بال يصعد بالكيه تدخين. صح. باكيت السجاير ما عليه ضرائب يوصل بربع، بحيث يخلي انت الواحد يقدر يدخن 5 باكيتات يوم. هاكو صحه عامه. هاي صحه عامه ويحتاج ثقافه عامه. هذه تؤدي الصحه العامه بالنتيجة. يعني هذه كلها خطوط ما موجودة. تقول أنت الخط مالك الأول هو الطب، وهذا يعني هسه حتى داخل المؤسسة صار خط الصد الأول المستشفى، وهذا خطأ. مستشفى آخر خط، عندك مراكز صحية، فرق وحاية. إذا عندكم هاي حالة تفضلت بها دكتور، وهي جميلة جدا بصراحة. فعلا جيش الأبيض بيكون خط أخير، الصد الأخير. حسن، هاي التوعية أنتم وزارة الصحة قمتوها، وهي من واجبكم طبعا نشر الوعي الصحي، وهمات عندكم مشروع ممتاز فوق الممتاز هو الضمان الصحي. طبعا اصلا الشعب العراقي ده فعلا طبق حسب المواصفات الموضوعه من وزاره الصحه، فعلا ممتاز. صح. يعني الفقير علاجه مجانا، يعني خاصه اللي أكيد. المشمولين بنظام الرعايه الصحيه. بالنظام الصحي حملتكم شلون توعيه؟ يعني 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 بس خلي حد نستعرض الوضع سابقا. تعرف الحكومات السابقة كانت حكومات أمنية، كان عندنا مشاكل أمنية. صحيح. جهد الدولة كله منصب حول محاربة الإرهاب وتحرير المناطق. هسه احنا بالسنوات الأخيرة يلا تنفسنا. اي طبعا حقيقة. صحيح. يا حقيقة. يعني هسه احنا دائما نحكي، خلي احكي لك فد موضوع بسيط. ايه. انا في يوم من الأيام قاعد افطر بيتي في السنين السابقه. فباوع قناه ام بي سي. ام بي سي اكو عندهم لا سامع به هذا المشهور سائق الرالي. اي كلش مشهور عالم الرجل. زين. يطلع باعلان. زين. يطلب من السعوديين التبرع لمرضى العجز الكلوي. بالسعوديه. اللي ما عندها حرب من ايام
من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. بلد مثل العراق المعركه تحت صحيح، بلد مثل العراق منهك بالحروب صحيح، وطلعنا من داعش وشويه استقرنا، اجانا وباء كورونا. يعني هسه بدت الدوله انه الحكومات بدت يعني شلون نقول تشتم نفس، قامت تفكر بخطط مستقبليه توضع حجر الاساس. نتمنى انه الاستقرار هذا يبقى، لانه يعني اكيد اكيد انا وياك بالنهايه قبل ما نكون قاعدين هنا انا وياك متلقين للخدمه بالنهايه، مواطنين احنا وعائلنا مواطنين، نتلقى الخدمه بالشارع، نتلقى الخدمه بالمستشفى. كنا حاسين بانه اكو شيء جديد ده يتغير. تروح تلقى الجسور بكل مكان ده تنبني، تروح للمستشفيات كل المستشفيات تلقى العمال بيها ده يشتغلون، هذا يعمر بهاي هذا يعمر بهاي. يحتاج انه المواطن شويه يصير عنده ثقه. حسنت. احنا اليوم حسألك سؤال دكتور والي الكبيسي. نعم. انجرد من الصفه نعم. الحكوميه نعم. مدير عام نعم. للامانه شنو رايك بعمل الوزاره حاليا؟ بال عمل الوزاره الحالي هل هناك بارقه امل لوجود وزاره صحه او قطاع صحي حقيقي؟ نعم. يعني حاليا وزاره الصحه انا كطبيب طبيب كطبيب يعني وزارة الصحة من آني في مستشفاي أشوف عدد كبير من العمليات النوعية، من أشوف مراكز الرعاية الصحية الأولية أطباء دي يقومون بعملهم ويستقبلوك ويطلعون بالشوارع على اللقاحات ويخابرون بالتليفون عليك يا بتعلق حبنك ويجون للمدرسة والمدرسة تخابرك. والأمانة صحيح هذا. يخابروك صحيح. يخابروك من جيوبهم. إي فعلا. وشايلين أطباء شايلين ثلاجاتهم ويفترون بالشوارع، هاي بغداد بالمحافظات شلون؟ زين ويعبرون أنهر وكذا. هذا جاي من بسببين. السبب الأول هو الموظف شعور بالمسؤولية. شعور بالمسؤولية. ثانياً اكو دولة وزارة دا تضغط عليه حتى يمارس عمله بصورة صحيحة، دا تراقبه. ده تقيمه، تراقبه وتقيمه وتكافئه، واللي ما ملتزم عمله يعني ياخذ استحقاقه. فالوزاره اليوم الحقيقه مو لانه انا مدير عام بيها، احنا امام فرصه كبيره وبدايه كبيره للتقدم. مستشفيات عندنا جديده راح تدخل بالخدمه، اكثر من 10 مستشفيات جانب الكرخ، جانب الكرخ والرصافة زين. وبالعراق عدد أكبر بهواية ما حاضرني، بس أنا على 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 قدر دائرتي. مستشفى جديد راح ينفتح، مستشفى الحرية، مستشفى ضخم جدا. كم سرير؟ تقريبا 200 سرير. طوارئ مستشفى اليرموك 109 سرير راح ينفتح خلال شهر. في مستشفى الطفل المركزي عمليات تأهيل راح تخلص قريبا جدا. في مستشفى الشهيد الحكيم في منطقة الشعلة المستشفى راح يدخل الخدمة إن شاء الله خلال سنة، أقل السنة. مستشفيات جديدة اللي بالكاظمية أيضا صار تأهيل في مستشفى الكاظمية، وإن شاء الله مستشفى جديدة بعد قريب على الكاظمية راح يكون عدد كبير من المستشفيات. وضعتوا حجر أساسي قريب على الكاظمية؟ يعني إن شاء الله إن شاء الله قريبا هم راح نضع حجر أساس. وأكو مستشفيات، مستشفى الأورام 400 سرير في جانب الكرخ قريبا جدا يضع حجر الأساس إليه. مستشفيات كثيرة عندنا الآن حاليا معجلات خطية لعلاج الأورام. يعني شنو معجلات؟ يعني تنطي إشعاع في الكرخ وفي الرصافة، من أحدث المعجلات في العالم. في العالم. ممتاز. يعني شنو؟ يعني خلي اعطيك اياها بصوره بسيطه توصل للمواطن. يعني انا عندي ورم هيجت سابقا، من كنت ايداني انطي اشعاع انطي هيجت حتى يضرب الورم. حاليا جيب له معجلات وياها اجهزه اشعه تقرا الورم ايش قد وتعالج بس المنطقه هذه باسعار مكلفه جدا جابتها الدوله. العلاج المرضى اصحاب الاورام مجانا. ماشي ممتاز. فيعني بس هو نفس الصبر
دكتور لسه هذا الجهاز شفته بمدينه الطب. هذا احدث ان شاء الله. هذا احدث ان شاء الله. عندنا في مستشفى الكاظميه وفي مستشفى الامل. ممتاز. يعني بصراحه يعني اكو امل يعني. اي طبعا. طبعا هذا يعني هذا نفس الحكومه والاعلام. الاعلام يعني طلع يعني بالصحه بالعراق وطلع المشاكل. بصراحه اللي خارج العراق دي يشوف صوره مغايره تماما يعني. يعني 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 خلينا نكون صادقين، المشاكل طبعا موجوده. اكيد. طبعا موجوده. بس يعني دا يسلط عليها الضوء بطريقه غير مهنيه. تفكر يعني تفكر شلون يعني سامع هذا يقول يقطع سبيل المعروف. يطرح مشكله معينه ياخذها بطريقه يجيرها لصالحه. ما يهمني اني صالح الناس. صح. اكو مشاكل طبعا. ومشاكل حقيقيه. اكو اطباء وموظفين طبعا عندهم سلوكيات غير مقبوله. يعني شخصيه. طبعا موجود موجود كل شيء موجود. يعني دائره حاله حال اي دائره. صحيح. يعني الطبيب هو مو نبي. صح. اكو طبيب زين واكو طبيب يعني واكو موظف زين واكو موظف زين. اكو ممرض زين. الموظف الزين يكافئ والموظف المو زين تجي تشتكي عليه وحتى ما اشتكيت عليه يشخص من قبل المسؤول مالته ويطلع عن الطريق يعني يلقى نفسه بعيدا عن 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 المجموعه. خلاص. فبس الاعلام يعني هذا يعني للاسف يعني مو بس بالصحه بكل شيء. صحيح. اي شيء يخدم اي شيء يخدم الشخص بالاعلام في بعض للامانه مو الكل في بعض القنوات بعض الاعلاميين يجير نفسه يسوي له هوسه وكذا ما موجود ما يفكر بتبعات هذا الموضوع. احسنتم دكتور. بس بالنهايه الارقام هي اللي تحكي. كل كلام غير كلام الارقام ما له قيمه. طيب زين تمام. فال 65 مليون ما راح تخلص ال 24 ايش قد راح يصيرون؟ جيد. ارقام مهمه بصراحه. وعلى اساسها عندي سؤال اخر. نعم دكتور. دكتور وائل حسب سمعنا يعني قبل يعني ما صار وايد هذا الكلام. احنا نعرف اكو قسم في وزاره الصحه والاخلاء والاستقدام الطبي. نعم. اكو عندكم بنيه كوزاره الصحه رفع هذا المصطلح الاخلاء فقط ابقاء الاستقدام الطبي تدريجيا؟ نعم. اول شيء الاخلاء الطبي هو احنا انه اكو مرضى يجون للمستشفيات العراقيه ماكو امكانيه لعلاجهم. وزاره الصحه يجي يقدم اوراقه واعتذار المستشفيات عنه. انه انا ما اقدر اتعالج وعندنا لسته من الامراض في كل فرع. هذه لا تعالج في العراق. وزاره الصحه تاخذ اوراقه وتسفره يتعالج مجانا. طبعا مجانا. المفهوم هذا بدا يتغير شوي شوي من اخلاء الى استقدام. يعني ممكن ما ناخذ امراض تشوهات القلب للاطفال الى الهند. قمنا نجيب الاطباء الهنود هم اللي يشتغلون هنا. هذا راح يقدم لنا فائدتين. اولا علاج مرضانا وبعدد اكبر وكلفه اقل وتعليم اطبائنا اللي هم للامانه يعني واصلين مرحله بعيده كلش بانه يتمون الامر على اكمل وجه. وقريبا جدا هواي عمليات راح تلغي لنا الاخلاء تصير احنا نسويها. طبعا عندكم نسب انجاز يعني صارت؟ طبعا احنا العام خلال 3 اشهر في مستشفى ابن البيطار اجرينا عمليات قلب مفتوح خلال 3 اشهر بحدود اكثر من 200 عمليه. اكثر من 200 عمليه خلال 3 اشهر قلب مفتوح. قلب مفتوح طبعا. اعتقد واحد منهم في ذيقار اعتقد صار. اي بس الاول عندنا احنا ابن البيطار. ابن البيطار طبعا واختصاص بعد ابن البيطار. اي هو الاقدم. هو الاقدم مثل ما قلنا سبق هي خبرات متراكمه. خبرات متراكمه يعني احنا ممكن بعد يعني ستيب باي ستيب ممكن بعد فد سنه يصير نسبه اعلى هكذا يعني. هل الاجهزه الموجوده مثلا بالهند هي موجوده بالعراق مثلا؟ طبعا. خاصه في امراض القلب يعني. طبعا 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 عندنا اجهزه والوزاره دائما اكو بالوزاره قسم يعني مديريه الامور الفنيه. تتفرع منها اقسام داخل الدوائر. هي دائما هاي شغلها تشوف انه احنا وين وش نحتاج اجهزه بالجديد تجيبها.
تجيبها، تجيبها على حساب توفر المالي وفائدتها بالمجتمع. يعني يعني احنا يعني تصدق انه مثلا احنا عندنا امراض نادرة جدا، عدد المصابين بها قليلين جدا، نجيب لهم اجهزة وادوية لهاي الفئة القليلة، فئة قليلة جدا يحتاجون ادوية معينة كلش غالية، الوزارة تجيبها على مود هاي الفئة وتجيبها اكثر من الحاجة. بس هنا 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 الفرق، نرجع لموضوع الارقام. الاعلام والناس تنظر على المشكله مشكله شخص، شخص واحد، وفعلا مشكله شخص مقدره وحلها واجبنا. بس كدوله احنا ننظر للارقام. شلون الارقام؟ الارقام اللي نقول يابا كان عندنا بالمرض هذا 1000 واحد، ورا سنه قدرنا نسويهم 500، هذا انجاز. انجاز هذا انجاز، هذا هذا اللي هذا اللي احنا نحسب عليه. بينما بس تطلع انت امور امور فرديه، شخص متضرر، هذا الشخص المتضرر هنا تدخل الايدي الثانيه. شنو الايدي الثانيه؟ منظمات انسانيه، جهد شخصي من مدير عام، جهد شخصي من السيد الوزير يعالج هاي الحاله الفرديه. هاي الحاله الفرديه، الاحتياج الفردي هو يعني ما يحتسب مشكله، لانه هسه احنا كليتنا مجندين. المشاكل الفرديه، المشاكل العامه بدها تنحل بالطريق بالسيستم بالنظام. النظام تاسس لها نظام حتى تنحل به، تبقى الحالات الفرديه مجهود شخصي من عندنا. وهذا طبعا طبعا هذا كلش مهم. هذا 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 فكرتنا عن الاداره الجديده. الاداره يعني نفكر بانه ادارتنا تتغير من طريقه راس الهرم. يعني انا اليوم مدير عام، الهدف الاول الي خلال فتره عملي كمدير عام انه اخلي دائرتي تشتغل بدون حاجه الي، بحيث من يجي ورايا مدير عام ها ما يبدي من الصفر، يكمل. هذا صحيح، هذا اللي راح يخلينا. طبعا سياسه الدوله انه هاي المديريات الدوائر من اصغر دائره من الشعبة للقسم للمؤسسة تمشي بهالطريق، هذا ماشي بطريق لا تحتاج زين تدخل المسؤول 24 ساعة، المسؤول شغله ضبط النظام. جميل. فقط من نوصل لهالمرحلة هاي بالعمل راح نبدي يعني شلون أقول لك، راح ننتقل من موضوع حل المشاكل الفردية إلى تطوير المؤسسة. يعني أنتم بادين من توزيع الصلاحيات. طبعا مهم جدا توزيع الصلاحيات. الصلاحيات من اكو قوانين وضوابط نمشي عليها وما نخالفها، توزيع الصلاحيات يكون كلش سهل. التزامنا بالقوانين. حتى تبتعد عن الدكتاتورية بالقرار وكذا، توزيع الصلاحيات هو اصلا عمل هو تنظيم الدائرة بشكل عام. طبعا احسنتم دكتور. اللقاحات بدا مع الوزير قبل يومين. نعم. بدا حمل اللقاحات. نعم. شلون هاي يمتى بدت ويمتى تنتهي وشنو؟ حملة وطنية لتلقيح، برنامج تلقيح اطفال مدارس الابتدائيه ورياض الاطفال. الهدف منها تلقيح 7 مليون طفل بلقاح الحصبه. عندنا اصابات بالحصبه ظهرت، فيعني شلون استبقنا الوضع وسوينا حمله لقاحات تستهدف 7 مليون طفل. الحمد لله بدت يوم الاحد وتخلص خلال 10 ايام في عموم العراق. وصلنا تقريبا اليوم سبت، يعني صارنا 7 ايام وصلنا لتقريبا ما بين 4 إلى 5 ملايين طفل ان شاء الله. بعدنا يومين ثلاثه ان شاء الله تحقق، اكيد تحقق الحمله اهدافها. وشنو 20,000 حاله مرض حاله صايره؟ اول شيء هو اللقاح يستهدف الحصبه الالمانيه والنكاف، امراض معديه بين الاطفال تسبب مشاكل. انتشارها يسبب مشاكل اكيد ومضاعفات قويه. ممكن يسبب ممكن ما يسبب. بس اللي يسبب له مضاعفات يعني راح ياذي. لا اقول بسبب اللقاح. نعم. 20,000 حاله صايره بمدية الطيب تحول هذا اللقاح الى مرض ايدز، ما شلون؟ لا يعني اكو صح الكلام؟ لا هذا طبعا كلام غير صحيح.
اللقاحات هي ما ممكن بأي حال من الأحوال تنقل أمراض الإيدز لسبب بسيط، علميا ما مقبول، ما ممكن، لأنه الإيدز ينتقل عن طريق مستخلصات الدم. واضح. يعني لقاح نجيبه من الدم ونطلعه، هاي اللقاحات ما لها علاقة، مو مستخلصات الدم، ما ممكن تنقل إيدز. زين، ويعني هاي سوالف. شلون دعم من الوزارة يكون؟ طبعا دعم لا محدود من الوزارة. سيد الوزير جامل مع الوزير لو لا لا خلي يعني سيد الوزير واصل مرحلة يمكن يعرف أكثر من مدراء المستشفيات، مو مدراء العامين، بمستشفياتهم متابعة مباشرة. كان هو أصلا كان لا متابعة مباشرة، رجل ميداني، رجل ميداني، مو رجل ميز ووقع، ميداني. هسه تطلع تلقى واحدة من المستشفيات يعني، في كل يعني مو بالدائرة مالتنا، في كل العراق، في كل يوم يكون بمحافظة، ويعني يعرف كل تفصيلات الوزارة والمستشفيات والقطاعات، وعنده رؤية كلش واسعة. ما تختصر على مستشفى. طبعاً رؤية، وهاي الرؤية جاية من نفس الموضوع، قلت لك مشاركة. صح. يعني السيد الوزير مو رجل متفرد بقراراته أو برأيه، أكو ناس يعني بالوزارة على رأس الهرم السيد الوزير ماشيين في طريق محدد موضوع الأهداف مالته مسبقا، ماشيين منهاج حكومي. طبعا منهاج نمشي عليه، منهاج الحكومة، منهاج الوزارة نمشي عليه، نعرف احنا من نمشي عليه راح نوصل لنقطة في هذا الوقت لهاي النقطة. زين دكتور، راح نتحدث شوي على أطبائنا. اكو عمليات نوعية، يعني احنا دائما نشوف اغلبية اطبائنا بلندن، صح؟ شبيهم؟ بلندن. نعم. يا طبيب يشوفه بلندن، هذا بالخليج، هذا كذا، انه بيفتخرون الدولة ذيك تفتخر بهذا الطبيب عراقي. نعم. يعني نعرف هاي الكفاءات وطاقات غادرت. نعم. لكن بكل تأكيد اكو طاقات عراقية اجت موجودة حد الان في العراق. واحسن من اللي طلعوا. احسن من طلعوا؟ طبعا احسن من طلعوا. عندكم هيك حالات المستشفيات الحكومية؟ خاصة العمليات النوعية دائما. طبعا. احنا العمليات النوعية للأمانة بالدرجة الأولى تعمل في المستشفيات التعليمية الكبيرة. قبل شوية قلت لك احنا في 3 أشهر في مستشفى ابن البيطار أكثر من 200 عملية قلب مفتوح. في مستشفيات يعني عن دائرتي، يعني في مستشفيات الكاظمية، الإمامية، الكاظمين، مستشفى اليرموك، عمليات نوعية لا تتوقف. من عمليات زرع المفاصل إلى عمليات متقدمة في جراحة الأذن، أنا كطبيب أذن أنف وحنجرة، عمليات متقدمة في جراحة الأذن والأنف والحنجرة. وصلنا في مرحلة بالفروع حسا احنا أغلب أطبائنا صاروا تخصصيين بفرعهم. يعني كمثال احنا هسه في الأذن والأنف والحنجرة أكو ناس تشتغل بس أنف وقاعدة جمجمة، أكو ناس تشتغل بس إذن وقاعدة جمجمة جانبية، أكو ناس تشتغل بس رأس ورقبة أو رام. في الكسور نفس الشيء، أكو طبيب يشتغل بس تبديل مفصل الورك، أكو طبيب يشتغل بس ركبة. وصلنا فوق التخصص. طبعا هذا العالم مش ماشي هيك، يعني احنا يعني حتى من يعني العالم تغير، التواصل ويا العالم خايف أسهل، كل شيء متوفر. صح. كل شيء متوفر. القطاع الخاص طبعا الأمانة، القطاع الخاص هم دي يعمل بصورة ممتازة، دي يوفر يعني تقنيات متطورة، فيعني العمليات النوعية صارت. وهذا راح توصلنا على سؤال دكتور، عفوا قاطعتك. أيه. يعني أكو رؤية كانت عند الناس تروح للأهلي حتى أو زعدة، لكن تجمع أموالها وتروح تعالج بالأهلي. هاي رؤية تغيرت عند الناس. يعني هو مدير عام تشوف يوميا آلاف المراجع. هو 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 المريض من حقه لما يتعالج هو يتخذ القرار، يريد يجي للحكومي، يريد يجي للأهلي، هو يرجع لنوع الخدمة بصراحة على الأطباء. يعني أنا مو عندي فلوس زايدة حتى أروح أصرف على أهلي، خوف الحكومة إذا أشوف خدمة حقيقية بنى تحتية زينة، فأنا ليش أروح على الأهلي؟ يعني 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 هو هاي الأعداد المهولة اللي نشتغلها العادة. يعني هو الأهلي طبعاً قطاع الخاص في العراق قطاع محترم، يقدم خدمات كبيرة،
خلي لا نظلم لا يعني لا نمشي بهاي الطريقه. ما دامك انت بفلوس انت ضدي. اكو ناس يعني احنا يا خلي نحسبها هيك حساب، يا الاحسن اللي عنده فلوس ويقدر يتعالج يروح يتعالج بدول الجوار، لو يتعالج بمستشفياتنا الاهليه. خب بالعراق احسن لي بين عائلتي وبين العراق. ومو بس هيك، توفر فرص عمل هوايه لناس ثانيه. خصوصا هسه احنا بدينا نشتغل بالنظام الضمان الصحي. يعني اللي عنده فلوس ويقدر ويريد يروح يتعالج بالاهلي يروح يتعالج بالاهلي، واللي يريد بالحكومي الحكومي يعني هم دا يشتغل هوايه. بس وين المشكله؟ المشكله انت تجيني اليوم على عمليه على حاله بارده. شنو الحاله البارده؟ الحاله البارده عندك مشكله تحتاج حل، بس مو حل طارئ. يعني مثلا عمليه لوزتين، عمليه لوزتين انا اسوي لك اياها انا كاختصاصي، خليني لك تجيني انت اني خلال شهر اشتغل لك اياها، او شو مو مشكله يعني خلال شهر. اريدها باكر، اريدها باكر. تريدها باكر مو اكو ناس قبلك، يعني اكو ناس قبلك. اني من اجي اني تجي تباع قائمه عمليات القسم باليوم يشتغلون 15 عمليه، هن اربع صالات مثلا عمليات يشتغلون 15 عمليه. إيه هذا الحد يبدي الدوام من فلان ساعه لفلان ساعه. وكسوينا بعد الجناح الخاص اللي هو اجوره يعني رمزيه يشتغل لحد الليل. بس اكو ناس هي اصلا ما تتقبل فكره انه تشتغل بالحكومي، يعني هذا خياره يريد بالاهلي ويروح للاهلي وبعدين يتندم. هم في بعض يقول لك اني طبعا للامانه بعض الاطباء اكو بعض موجوده هاي الحاله يدفعك الموضوع الاهلي. صح. حسنت. تبقى انت يعني تبقى انت قناعاتك بس هذا طبيب جيد. هاي مشكله. لا مو قلت لك اكو طبيب جيد هم بالحكومه موجودين اطباء. يعني مو قلت لك هنا اكو هنا احنا نرجع لنروح لنروح ودنيجي بكل مكان. يعني نرجع نروح ونرجع للارقام. اكو اعداد عمليات كلش كبيره فعلا. عدد كبير جدا نسوي بالمستشفيات الحكوميه. دكتورنا العزيز ان شاء الله نزوركم ميدانيا ان شاء الله. الله يحفظك. الله يسلمك. كلنا شرف بهذه الاجوبه اللي صريحة جدا. اي ان شاء الله نكون خفيفين على لا اكيد تتحملونا. بالنهايه احنا نتحملكم ارواحنا بيدكم. لا احنا بالنسبه لنا بالنهايه يعني الهدف الاساسي خدمه الناس. نطلب منهم شيء واحد فقط ان يكون عنده ثقه بطبيبه. صحه المواطن في الدول المتطوره والمتقدمه هي مو مسؤوليه المواطن، هي مسؤوليه الصحه، مسؤوليتنا احنا نقرر ايش تحتاج واحنا نسوي لك اياه. زين هذا اهم شيء. طيب احسنتم دكتور وائل كامل كوبيس مدير عام دار الصحه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. شكرا لتحت هذه الفرصه. شكرا لاجوبتك الواقعيه جدا يعني. بصراحه يعني شخصت الاخطاء، شخصت الايجابيات، وهذا احنا ما نعمل عليه في القناه اليوم ان شاء الله. ما نقدر نطور ذا ما نشخص الاخطاء. احسنت. ان شاء الله عندنا بيتكم ان شاء الله نحو الاحسن. شكرا جزيلا دكتور وائل الله يحفظكم. اذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقه تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وانا معدوم مقدم برنامج حازم الحرب. التقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء ان بقى. احسنتم. شكرا جزيلا دكتور.